اليوم غنديروا معكم البغرير، واسهل اسهل طريقه ديال البغرير كنحتاجوا فيها جوج كيسان ديال السميده اللي كنديروا بها الحرشه، جوج معالق كبار ديال طحين الفورس لا فارين، كنحتاجوا معلقه ديال الخميره الكيماويه يعني ان ساشي ديال 11 غرام، معلقه كبيره ديال الخميره العاديه الفوريه، معلقه ديال السكر اللي بغاها اللي ما بغاهاش ما يديرهاش، ومعلقه ديال الملحه، والماء كنحتاجو تقريبا 5 ديال الكيسان ديال الماء دافي، وفي الاخر كنزيدو واحد المعلقه ديال الخل. من بعد ما اختي عطاتكم المقادير، هنايا بدات غتميلونجي كلشي، غتاخذ واحد الصالادي ولا هكا البول ديالهم بلاستيك وتكملوا. هاد تبداو لا فارين والسميده، السميده الرقيقه البنات ديال، ماشي السميده الغليظه، مليحه ديما المليحه. الشيء البنات كديروها في الجنب كتبعدوها من الخميره، حيت الملحه كتقتل المفعول ديال الخميره. فوالا وكتكملوا بحال هكا صافي، تاخذوا الماء باش تعجنوه صافي، كتميلونجي كاع النواشف. ها نتوما شفتوا فوالا، صافي والماء ما سخونش البنات بزاف، وماشي بارد، دافي، ما ديروش الماء اكثر من البنات قالت لكم هنا عبارة 5 ديال الكيسان ديال العنبه صافي. وديروه في مولينيكس البنات، واللي عنده الباتور باش ولا الغوبو ولا سميتو، ولا ديروه من هنا من الاحسن باش تكون مهنيين منه صافي. هنايا كتزيد ديك الخماره باش يتميلونجا، تخليو ديما خليو الخماره هي الاخرى البنات. هانت صافي، وتخليه غيدور غير يميلونجي ديك الخماره اللي رميتو صافي، وتدي ديك النقيطه. هانتوما راه غير نقيطه ديال الخل صافي، وتبداو طيبوه غير شويه لو طون اللي تجمعو تشمل الروينه ديال الكوزينه فهاد المعلق اللي غسل داكشي هو المهم، وتبداو طيبوه يعني ما كيحتاجش بزاف ديال الوقت البنات. وكما قلت لكم اللي بغى يطيب البغرير بغى يطيبو بزاف يطيبو، اللي بغى زعما يطيبو من تحت يبغيه محمر، كاين اللي كيبغيه عادي البغرير كما كنعرفو عليه، وكاين اللي كما قلت لكم تيعجبو محمر، يكون محمر من تحت بزاف، كيجي بنات خفيف خفيف والله، نتمنى تجربوه وغادي يعجبكم. ها نتوما شفتوا لاباط ماشي ثقيله وماشي عاوتاني جاريه بزاف. ها نتوما عاوتاني اللي عنده المقله بغى يدير مقله يديرهم يجيو كبار يديرهم كبار، واللي عنده مقيله صغيره بغاهم يجيو صغيورين عاوتاني يجيو صغيورين. نتوما كيبقى ديك الساعه الاختيار، منين كما كنقول لكم دائما منين تنجح لاباط ديك الساعه كديروا بها اي حاجه كتصدق البنات، ولكن منين ما كتكونش لاباط ماشي المقادير هما هادوك ولا ما صدقتش راه ما غاديش يجيو زوينه البنات كما درتو ليه. ومن الاحسن المقله ديال البغرير اللي كديروا فيها البغرير تكون خاصه البنات بالبغرير، ما تكونش ديال كطيبوا فيها البيض ولا كطيبوا فيها شي حاجه اخرى، ماشي اوبليجي زعما من الضروري انها تكون طيفال ولا تكون شي ماركه، غير المهم المقله اللي تكون مختصه اللي كتخليوها للبغرير تبقى هي الناس باش ملي تطيبوا فيه يصدق ليكم البنات، راه حتى المقله كتلعب دور ماشي غير المقادير. كاين شي مقله البنات راه كيحرقوا، ها نتوما شوفوا ما شاء الله كي كيتقب شتو، وكيجي خفيف خفيف البنات ما نقولكش. كاين شي بغرير راه تهزيه حتى تيكون ثقيل، البغرير سميتو ديالو الاصلي ديالو البغرير تيكون خفيف، تيكون بحال الكاليط هنا تيول، وتيعجبهم الدراري مع هكا النيتيلا ولا مع الفرماج ولا سميتو، كيجي بنين تيجي فن، ولكن الا كيكون داك المدقس داك غليظ وسميتو ما تيجي زوينه البنات. المهم اللي نتمنى اللي جربوا البنات ما ينساش يخلي لينا في التعاليق، نتمنى تجربوه غادي يعجبكم البنات، ها نتوما غتسيو الطريقه والله غير غيعجبكم،
حيت كيصدق. شوفوا راه غير الكاميرا ما عطيهش حقه كيفاش متقب البغرير، ما نقول لكمش كيدير متقب غير مع الكاميرا، ما عرفتش كيفاش. المهم ملي كتقربي لي كل ما شي سميتو ما نصوروش البنات، ما نحطوش ليكم في القناه. شوفوا كي كيجي هانتوما، الا لاحظتوا دابا ملي كيقرب تتشوفوه، شتي حنا ما كنخليوش ما كيمشي حتى كيولي كحل. هانتوما شتو كي كتجي، كيجي فن والله ما شاء الله، كيجي واعر. هانتوما شتو كي كيجي خفيف البنات ومتقب كامل ما شاء الله. كما قلت لكم احمر، هانتي شتي شويه كاين شي وحدين محمرين شويه، كاين شي وحدين ناقصين. المهم نتوما اللي عجبكم هانتوما، بغيتي تقدموه مع العسل ولا مع الشما بغيتوها البنات. شفتو نتمنى تجربوه، وما تنساوش ختم التعاليق ديالكم زوينين باش تزيد تشارك معكم البنات وصفات وحدين اخرين ان شاء الله باذن الله. هاي بغاتي معكم وحده باش تشوفوا انت مع العسل كي كيجي، حتى في تقطيع البنات كيجي تشوفوا كي ما شاء الله كي كيجي. هانت هاي دوقتكم، هذه قالت لكم كاع المشاهدين كاملين كرهناش ندوقكم كاملين، واللي كتوحم ولا شي حاجه تسمح لينا البنات. وشكرا لكم، وان شاء الله ما تنسوناش من اللايك ديالكم والى فيديو ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم البنات، اليوم جيتكم عاوتاني معايا الكونفري هانتوما، راه باقي البنات اللوز اللي ما خداش هانتوما، شوفوا راه موجود تبارك الله هانتوما، شوفوا 4 أورو 49 اللي ما خداش ها هو راه كاين هالكراب هانتوما، شوفوا تبارك الله شحال كاين موجود هانتوما، كاين سميتو كاين لي دو 5 أورو نوا دو كوكو هانتوما، كاين اللوز لي جاموند هذا هكا مطحون زعما موجود لي دو 6 أورو، يعني اللي بغا يدير البريوات هكا موجود حتى هو، كاين القرقاع كاين اللوز إيفيلي ها هو حتى هو الحلوى ولا داكشي هانتوما، يعني الخدود الناس راه متلقاوش ديال 400 غرام شفتو، كاين العسل هانتوما كاين لاسومون 10% كاين غراتفي، كاين لاصوص طوماط، كاين نقوليكم البخي بشحال ديال نتوما العسل لي تخوا كاس ديال سميتو ب 13 أورو غزبين هاد العسل، هادي كاينة لاصوص طوماط كاين تقريبا عاوتاني، هادي كاين تمر هاد المجهول هادي نقولكم شحال 6 أورو 99 الباكي، ولا كاين هدا 4 أورو 49 الكيلو، كاين هكا ولا هكا الباكي، كاين الورقة ديال البسطيلة هادي اللي سميتو ديال تاكوس 3 أورو 99، وهادو ديال لي في ديال لي في بريك راه دو اشتي في كوزين تي غراتي، هاد قلتو البال البنات راه كيكونو كتكون مقطعة، حيت إلا محلو لها سميتها الورقة راه كيضربها البرد صافي كتقصح، داكشي علاش غدو لها البال، كاين شي وحدين تيكونو مقطعين ما كيبقوش مع هانتوما البنات، راه فالبيستاش فيستاش ولي نوا الكاجو ولي راه 8 أورو لي دو، ولي 11 أورو 98 راه 8 أورو لي دو، والبيستاش 5 أورو 99، هو نوا الكاجو، نوا الكاجو راه تاخدو لي دو دو باك لي باك ديال 350 غرام، يعني دو باك بيتو، وهاد سميتها 1.99.